السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تتمة امتحان الفرنسية Épreuve de français orthographe et dictée. Contrôle continu numéro 1 semestre 1 pour le niveau 4e année d'enseignement primaire. يعني للقسم الرابع ابتدائي. عندنا complète la règle. غادي نكملو القاعدة. C'est devant se prononce ka yani c'est devant quoi yani c'est قدام شمن فويل يعني شمن حركه كتنطق ك واش او وال اي يغريك او ا او او ا او ار ال فالدرس شنو قلنا قلنا بلي سي دوفون فوقاش كتنطق ك ملي كتكون دوفون او ا او ار ال se prononce ka alors غادي نكتبو هاد لي فويل هادو devant u a o r ou l il se prononce ka عندنا c devant se prononce se c قدام ياش كتنطق se واش e i y ou la u a o alors c'est devant E, I, Y. E, I, Y. هنا عندنا سي دي. سي سي دي. فوقاش كتنطق اس. سي مي كتكون عندها سي دي وخا كتكون قدام هاد لي فوايل هادو اللي كتنطق بهم كا ما كتنطقش كا. كتنطق سي. علاش؟ حيت عندها هاد لا سي دي هادي هنايا. الوغ باش نزيدو نفهمو كتر غادي نقولو بلي سي. دوفون ا. O, U, R, ou L, هادو كاملين سا دون K. فوقاش C كتنطق K. ملي كتكون قدام A, O, U, R, L. يعني K, K, Q, كر, كل. فوقاش C se prononce S. ملي كتكون قدام I, قدام E, قدام Y. هادي كاملة se prononce S. أما ملي كتكون سي سي دي قدام أ و الأو و الأو وخا كتنطق كا ملي كتكون معاها سي دي كتنطق S. سولي لانترو دون لا ليست سويفون يعني غنسطرو الكلمة الداخلة في هاد لا ليست في هاد الكلمات باش نعرفو الكلمة الداخلة خصنا نقراو أن كارطابل. أن كارطابل هو المحفظة. لي كاغوت. لي كاغوت هما الجزر. Un cours, le cours d'ars. Un crayon, calam. Un citron, citron ou limon ou hamd. Un citron, un crayon, un cours, les carottes, un cartable. Donc là, devant les kalimats, les kalimats kamlin c'est devant les syllabes, pardon, les voyelles, les quatre interviennent quand. إلا في كلمة citron se prononce C. إذن هذه هي l'intru. Un citron. حيت كاملين كتنطقو كاك. كارطابل، كاروت، كور، كريون. ولي عندنا أو avec accent و أو sans accent. في الدرس شنو قلنا في الدرس؟ قلنا بلي أو avec accent يعني كنعنيو بها أين. كتعني المكان، لو ليو. Ou le sans accent, كتعني ou bien, يعني pour le choix, le choix والاختيار, كنستخدمو الاختيار, يعني كتعني أو, هادي كتعني أين وهادي كتعني أو. Alors عندنا ou avec accent, قلنا كتعني le lieu, ها le lieu, ou le sans accent, كتعني ou bien, أو. Souligne ou, استرو لا ou, quand tu peux le remplacer par ou bien. أسطرو لا أو ديال لو شوا يعني أو اللي كنقصدو بها أو بيان ديال الإختيار. أو أفي فو فابريكي سي بو تابي فين صنعتو هاد الزرابي الجميلة. أو يعني كنعني مكان عاد هي عندها أكسون. أغابا أو الناظور يعني في الرباط أو في الناظور يعني هادي كتعني أغابا أو بيان الناظور أو بيان. Je connais l'école où vous étudiez. Canal Fundrasa, fin crédit. Yani,
باردون هادو وهادي ما غاديش استراليا حيت هادي كتعني لو ليو، مع استراليا ما تساهاش بحال هادي كتعني لو ليو. عندنا ديكتي ايكوت طون اونسيون اسم الاستاذ ديالك بو ايكري لي مو اي لا فراز ديكتي. غنكتبو لي مو، شنو غادي نكتبو؟ ان كارطابل، ان كارطابل، ان كارطابل. غنكتبو لو سيرك، لو سيرك. غادي نكتبو ان كلون، ان كلون هو المهرج. غادي نكتبو ان كاسك، ان كاسك، ان كاسك. لا فراس ديكتي نكتبو او فاتو، او فاتو. او سيرك، او او سينما، او فا تو. فين غادي تمشي؟ او سيرك، واش للسيرك، او او سينما. يعني هاد او هادي كنبقشو على المكان، هادي كنعني بها اوبيا. بون كوراج.